قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح. صلى الله على سيدنا محمد. يا أخوان، هذا الدين كله كمال، هذا الدين كله اعتماد على رب العالمين، هذا الدين كله نفع لخلق الله تعالى. هذا عكس النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي: يا وزان زن وأنقص. وإذا كثير كثير يعني هذا الطرف الآخر متشدد، يعني عطيه على الأد على البنس، أوعك تعطي شيء زيادة ها تخسر. لذلك أنتم نشأتوا يا أخوان بهالبلد، كل من يبيع كل من يشتري بيحط هيك شيء زيادة للبركة. إذا اشتريت بندورة بيطبش لك إياها، وإذا اشتريت عسل بالزايد شوي، وإذا اشتريت تياب لو بالناقص بلا 50 ليرة، بلا 100 ليرة، بلا 1000 ليرة، بلا 10,000 ليرة، ماشي الحال. وإذا بياع الحليب بدك تعطيه وزد لك معه 1000 ورقة بلاها. زن وأرجح. ويا أخوان، نحن الله وكيلكم، الله وكيلكم، نحيا ببركة الله تعالى. هلا كلكم عايشين ببركة الله، اوعك تفكر عايش بالمعاش تبعك أو تبع والدك، اوعك تفكر أنه زوجتك وولادك حيعيشوا بالدخل اللي أنت عم تجيبه. نحن نعيش ببركة الله تعالى. الهوى من الله، والماء من الله، والقوة من الله، والعافية من الله. نحن مين اللي خلق البندورة والزيتون وبعث لك الزيت؟ كله الله. خلص، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وزان زن وأرجح. اسمعوا مني يا أخوان، كل ما حدا بعتوه بيعة طبشوا له إياها بالزايد شوي. وأوعك تحسبها أنه لك يا أخي كل واحد عم نصوئية عم تزود له، جمعهم هدون بآخر النهار كم وئية بيطلعوا. لا تفعل، خلص خليها هيك. قول: يا رب، هذا اتباعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما بدك تاخذ نصيحة يا أخوان، كل واحد بدين واحد دينه، بس يرجع له إياها نصيحة احسم له شيء. دين منك 1,000,000، رجعهم 1,000,000، قل له هدون 50,000 ما بدي اياهم، خذهم 950، خذهم 900، وإذا مبحبح خذهم 500، ومبحبح أكثر قل له دعينا أخي هدون 1,000,000 ما بدي اياهم. وشوف رب العالمين كيف سيعاملك إذا عاملت عباده بالسماحة. يا وزان زن وأرجح.